يعني طبعا الشعوب العربية تنتظر أن تعود مصر إلى ما كانت عليه وأن تقود العالم العربي، لأن هناك أخطار كثيرة جدا تهدد العالم العربي كله. ولكن الوضع الداخلي في مصر وضع محتقن جدا، هناك تراكم مشكلات على مدى يعني أعوام كثيرة جدا أدت إلى وجود أكثر من 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر، حوالي 20% يسكنون المقابر، هناك يعني تراجع في خدمات الصحة والتعليم إلى آخره، وبالتالي هذه الأمور تحتاج إلى حل. فالشعب المصري يريد أولا الاستقرار السياسي، لأن قضية الأمن قضية مهمة، وأعتقد أن ظهور المشير السيسي على الساحة كان أحد أسبابه احتياج الشعب المصري إلى الأمن أولا، باعتبار أن الأمن هو المقدمة الطبيعية نحو الانطلاق الاقتصادي. لكن أنا أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين والقوى المتحالفة معها ستواصل يعني استراتيجية استنزاف النظام، ولذلك إذا استمرت حالة الاستقطاب ولم تقم جماعة الإخوان المسلمين بعملية مراجعة يعني مخلصة و يعني الكف عن تقديم غطاء سياسي للإرهاب، ستظل المشكلة قائمة لبعض الوقت. لذلك أكرر من جديد أنه يتعين أيضا على أي رئيس قادم على الأقل أن يظهر استعداده وحسن نيته لفتح صفحة جديدة مع كل القوى التي لا تحمل السلاح في وجه الدولة، لكن مطالب الشعب المصري هي نعم، مطالب اقتصادية واجتماعية في الأساس، خصوصا في المرحلة الأولى. واضح. الدكتور عايد المناع، بالحديث عن مصر، بعض دول الخليج أبدت حماس منقطع النظير لتولي المشير السيسي زمام الأمور وفي المستقبل في مصر. هل تعتقد أن هذا يشكل حنينا للحقبة التي كان يحكم فيها الرئيس حسني مبارك؟ كانت الأوضاع مستقرة والتنسيق مع دول الخليج في أحسن حالاته؟ لا شك بأنه علاقة الرئيس محمد حسني مبارك بالخليج كانت علاقة طيبة، وموقفه خاصة من الغزو العراقي كان موقف تاريخي. وحقيقة أيضا الرئيس مبارك يعني أوجد بنية تحتية في مصر يمكن ما سبقه أحد إليها، وبالذات الحقيقة في السكن وفي أماكن السياحة يعني، وأوجد استثمارات وانفتح على الخليج، وأيضا تدفقت العمالة المصرية على الخليج، يعني أمور كثيرة. الخليج كان مرتاح لنظام الرئيس مبارك من الناحية السياسية والعلاقات مع مصر، وخاصة أنه يعني بعد مرحلة من مصر كانت في عهد عبد الناصر يمكن بعيد شوية، وخاصة بينها وبين السعودية يعني تنافس شديد يعني وحاد. منذ وفاة الرئيس عبد الناصر مصر بدأ ينخفض دورها الإقليمي ويصعد دور الإقليمي للخليج الحقيقة والدول الأخرى. أنا أعتقد أنه ليست القضية حماس للمشير السيسي، القضية بالنسبة لدول الخليج أنها لديها تيار سياسي، وأنا أتكلم هنا عن مثل السعودية والإمارات على وجه الخصوص، لا تريد الإخوان المسلمين أن يحكموا، وبالتالي فرحت بتنحية السيسي للإخوان المسلمين وساندته، بالرغم أنه هو يمكن كان بالأساس غير معروف بالنسبة لنا بشكل كبير، وكان ربما أتى به الرئيس المنتخب وهو محمد مرسي. لذلك أنا أعتقد أن دول الخليج تريد أن يتولى السلطة في مصر سلطة لها قوة مركزية تسيطر على الموقف، لأن المرحلة التي حكم فيها الرئيس مرسي كانت فترة قلقة جدا، والأوضاع غير مستقرة، والبلد تعيش حالة فوضى، ولذلك يعني كان مطلوب نعم. انه مصر تعود الى العالم العربي بشكل افضل من خلال قيادة قوية. لنشرك الدكتور حسن نافع في هذه الجزئية، ما هو تقييمك للفترة التي حكم فيها الرئيس حسني مبارك؟ يعني الدكتور عايد يقول كان هناك انجازات وبنى تحتية وحالة من الاستقرار، كيف تقيم هذه المرحلة؟ وهل تعتقد أن المصريين بعدما جرى عليهم هذا الصراع وهذا التنافس الشديد الذي أدى إلى سفك الدماء، هل هم يشعرون بالندم مما حدث في ثورة يناير؟
لا يعني تقييم المصريين لمرحلة مبارك مختلف عن التقييم الذي تفضل به الدكتور عايد مناع، لأن الثورة التي اندلعت في مصر في 25 يناير لم تكن أبدا مؤامرة خارجية كما يعتقد البعض، ولكن يعني فساد واستبداد النظام وإصراره على نقل السلطة إلى ابنه دون أي سند أو دون أي مبرر هو الذي أدى إلى انفجار الأوضاع. دور مصر الإقليمي كان قد تآكل، تخلت مصر عن القضية الفلسطينية، بل أيضا تخلت عن إفريقيا، ولم يحضر الرئيس مبارك معظم مؤتمرات القمة بعد تعرضه لحادث الاغتيال، وأهمل العلاقة مع أثيوبيا، وأدت الأوضاع إلى يعني أن أصبح الأمن المصري مهددا من كل الجهات. وبالتالي أنا شخصيا تقييمي تقييم سلبي جدا لفترة مبارك، تقييمي أيضا سلبي أكثر لفترة محمد مرسي. كان أمام محمد مرسي فرصة ل يعني التأسيس لنظام يشارك فيه الجميع، لكن إصرار جماعة الإخوان على الهيمنة المنفردة واستبعاد شركاء الثورة، خصوصا وأن الإخوان لم يكونوا هم الذين فجروا ثورة 25 يناير أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن. طبعا الشعب المصري لن يسمح بعودة جماعة الإخوان للحكم في المرحلة القادمة. هل أنت متفائل؟ هل أنت متفائل دكتور حسن بأن الحقبة القادمة فيما لو تولى المشير السيسي ستكون إيجابية على مصر والعالم العربي؟ نعم أنا متفائل، إذا لم يكن عودة المشير السيسي كما يعني يخشى البعض مقدمة لعودة شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم، لكنني أعتقد شخصيا أن المشير السيسي أدرك مساوئ نظام مبارك وأدرك مساوئ نظام الإخوان المسلمين واتخذ خطوة شجاعة. إذا يعني انتبه المشير السيسي إلى جوقة المنافقين الذين سيتسلقون وراء السلطة سيستطيع أن يفعل شيئا إن شاء الله لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.